انا متشكره قوي انك سبت نادين والكركبه اللي عندك دي وجيت. لا لا خلاص، وبعدين الموضوع خلص خلاص. كويس. انا كلمت صالح في السفاره ومستنينا بكره عشان الوثيقه. تفتكر ده قرار صح؟ اكيد طبعا، مش احسن ما حد ينتحل شخصيتك ويعمل جريمه مثلا. ايوه صح، بس انا ممكن الاقي الحاجه، يعني ما بقاليش كتير. اكيد طبعا ممكن، بس الافضل انك تطلعي الوثيقه وترجعي مصر وتطلعي باسبور وتعالي كده، هيبقى وضع قانوني. ايوه صح. طب والمحضر؟ المحضر يعني اسافر واسيب المحضر كده؟ افرض غيروه او عملوا فيه حاجه او قفلوه. بص يا ستي، احنا هنروح المقفر نحدث المحضر، ندخل موضوع الواد المصري ده، وبعد كده هناخد الورق ونروح السفاره، مش عشان الوثيقه بس، عشان هم يتابعوا موضوع السرقه، وانت كده تبقي في السليم بدل ما يسوحوك العيال الصيع دول. كلامك منطقي الصراحه، انا بس قلبي مش متوعني ان انا اسيب العقد اللي مش متاكده اني هطلع منه نسخه تانية وارجع مصر. شو رجع مصر عنجد؟ فارس انت فين من الصبح؟ كنت بالشغل. بونجور فارس. خل شو يا عمي حتسافر؟ لا. ايه قصدي يعني الزلمه رجع لك شنطتك وكل امورك تمام؟ لا طلع مقلب مع الاسف، عشان كده بقى لازم اروح السفاره والمخبر. الديمقراطيه دي ما بتنفعك بشيء. لما بتكملي مع شو اسمه الزلمه هيدا تبع وسام؟ المعلم توني. ما خلاص ما بقاش مفيد بعد ما الشنطه راحت للولد التاني. انا مش عارفه اعمل ايه، الوقت عمال يجري بصراحه. بالظبط ده كلام فاضي، يعني مش كلام، مش مهم، يعني مش يعني مش منطقي، مش علمي الكلام ده يعني حضرتك قلته. بس عشان كده احنا لازم نطلع المقفر نحضر الورق عشان يكون ورقنا كله جاهز في السفاره بكره. ايوه صح، بس انا لازم اجيب المحضر الاول. هو مش معاكي؟ لا في الاوضه. دقيقه بس، دقيقه. يجي معاك نحكي شويه؟ لا هطلع اجيبها بسرعه وننزل نحكي، قصدي نحكي بعد ما ارجع من القسم على طول. انتوا ما شربتوش حاجه صح؟ لا ما شربتوش. فين عم عز؟ يا عم عز يا عم عز، الاساتذه مش معقول كده، لازم الله. لا لازم نمشي. دول كده هتقعد ايه؟ بس وخالد بره مش فاهم. ايوه توني مقربه خالص، حد عايز يتكلم معايا على الفراد، تاني عايز ياخدني المغفر والاسم والحاجات دي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ ممكن تطلعي تقعدي معاهم؟ خلص واطلع بره. والنبي والله اطلع بره. خليك خلاص. بيها ورجع لكم، رجع لك على طول. خدي الشمسية عشان حاضر.